بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، كنت قد تحدثت في لقاء ماضي عن وسائل وأسباب تقوية الروابط الاجتماعية، وفي هذا اللقاء سأتحدث بإذن الله تعالى عن وسائل تقوية الروابط الأسرية على وجه الخصوص. وعلى أي حال، فتلك الوسائل والأسباب لا تختلف كثيراً عن هذه الوسائل والأسباب، ولكنني أعيدها هنا أو أعيد بعضها وأؤكد عليها لما لها من أهمية بالغة في تقوية الروابط الأسرية، وهي على النحو التالي: أولا، بر الوالدين. إذا تدبرنا أيها الإخوة الآيات الداعية إلى بر الوالدين، نجد أن الأمر ببرهما والإحسان إليهما يأتي بعد عبادة الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. وإنما جاء ذلك لعظم شأن الوالدين وبرهما عند الله سبحانه وتعالى، وذلك في الغالب مرده إلى عدة أمور، منها أن الأب والأم قاما بإتلاف زهرة شبابهما ونشاطهما وصحتهما أثناء القيام على رعاية الأبناء، وسهر وشقي وتكبد المشاق في سبيل ذلك، واهتموا بغذائهم وكسائهم وصحتهم ونظافتهم. فهل يقابل ذلك بالنكران أم بالإحسان؟ إن الوالدين لو علما أن ولدهما سيعقهما إذا كبر فلن يجد العاطفة الصادقة ولا العناية التامة، وهذا من دواعي ضياعه وتشرده. أيضا أن في البر نوع من رد الجميل والفضل إلى أهله، لأن الإبن لا يمكن أن يكافئ والديه مهما قدم لهما من الرعاية والخدمة، لأن ذلك لا يمكن أن يوازي ما قدماه له. الأمر الآخر أن في بر الوالدين زرع للطمأنينة في نفوس الوالدين لما يعلمانه من أن ما يقومان به من جهد لن يضيع سدى أو يذهب هباء حتى ولو بعد موتهما، لأن الإبن مأمور بالدعاء لهما، كما في قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيضا من الأمور المهمة الداعية لإيجاب بر الوالدين ألا ينسى الأبناء والبنات آباءهم وأمهاتهم بسبب عاطفتهم نحو أبنائهم وزوجاتهم، فيهتمون برعاية الخلف وينسون رعاية السلف الذين هم أيضا بأمس الحاجة إلى من يرعاهم ويعتني بهم. أيضا من وسائل تقوية الروابط الاجتماعية صلة الأرحام، والأرحام هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، وقد جاءت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية تدعو إلى صلة الأرحام، كما قال الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومن هذه النصوص وغيرها يتضح لنا حرص الإسلام على صلة الرحم لما لها من أثر بالغ في تقوية الروابط الأسرية التي ينعكس أثرها إيجابا على المجتمع وعلاقاته، إذ لا نتصور أن تكون العلاقات بين أفراد المجتمع قوية إذا لم تكن العلاقات بين الأقارب وأفراد الأسرة أقوى وأتم. مجالات صلة الرحم كثيرة، منها زيارة الأرحام والسلام عليهم وتقديم المساعدة لهم عند حاجتهم إليها، سواء كانت هذه الحاجة مالية أو بدنية أو معنوية، أيضا تقديم النصيحة لهم عند الحاجة إليهم، توجيههم ونصحهم ومنعهم من الوقوع في الإثم أو ما يؤدي إلى الضرر بهم، أيضا تقديم الهدايا لهم لتزداد المحبة والألفة بينهم، بالإضافة إلى كف الأذى عنهم، وهذا من الأمور المهمة. من وسائل تقوية الروابط الأسرية منع الزواج من المحارم، والمحارم هن الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات وأمهات الزوجات وبنات الأخوان والأخوات وزوجات الآباء وزوجات الأبناء،
وكل ذلك لمنع وقوع المشكلات التي قد تحدث بين الزوجين ويكون ناتجها الطلاق المؤدي إلى القطيعة بين الأقارب، كما أن العلاقة بين الأقارب من المحارم أقوى من العلاقة بين الأزواج التي قد تنتهي بالفرقة، ولكن العلاقة بين المحارم لا يمكن أن تنتهي أبدا حتى ولو طالت الفرقة بينهم، ولا بد من بقاء هذه العلاقة بين المحارم لتكون أعلى وأرفع وأقوى من العلاقة الزوجية التي قد يعتريها شيء من المشاكل والخلافات، وربما قد تكون مهددة بالانقطاع في أي وقت ولأي سبب آخر. من أسباب تقوية الروابط الأسرية النفقة على الأقارب، والنفقة شرعا هي كفاية من يمونه الرجل من الطعام والكسوة والسكنة، والنفقة واجبة باتفاق الفقهاء للزوجة والآباء والأبناء والأقارب، إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تحديد الأقارب الذين تجب لهم النفقة، فيقول المالكية أنها تجب للأبوين والأبناء مباشرة، فلا يستحقها لا الجد ولا ولد الولد، وحددها الشافعية رحمهم الله بالوالدين وإن علوا والأبناء وإن سفلوا. أما عند الحنابلة فتجب لكل قريب وارث بالفرض أو بالتعصيب، سواء أكانوا وارثين أم محجوبين. وينبغي أن يعلم أن النفقة لا تجب للأقارب إلا إذا كانوا فقراء ليس لديهم ما يكفيهم من المال وغير قادرين على الكسب، وأن يكون من تجب عليه النفقة مالكا لمال فاضل عن نفقته على نفسه. وهذا المبدأ مبدأ تنظيم اجتماعي تفوق به المجتمع المسلم على غيره من المجتمعات الأخرى التي تنيط هذه المسؤولية وتجعلها على كاهل المجتمع الذي يعجز في الحقيقة عن القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل. وقد تحقق للمجتمع المسلم من ذلك فوائد جمة كان تأثيرها كبير وبالغ على تقوية الروابط الأسرية وزيادة وشائج القربة وقيام الأقارب بمساعدة بعضهم البعض في إيجاد مصدر للكسب الحلال، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج بصفة عامة. من وسائل تقوية الروابط الاجتماعية نظام التوارث، فقد وضع الإسلام نظاما دقيقا وعادلا لتوزيع التركة بين المستحقين بصورة تقطع النزاع، ولم يسمح للعواطف والأهواء والميول أن تتدخل في هذا الشأن، لأن صاحب المال قد يؤثر أحد ورثته بشيء لغرض في نفسه، إما حبا في هذا الشخص أو نكاية بالورث الآخرين، وهذا يوغر صدور بقية الورثة ويؤجج نار العداوة بينهم. لذا منعت الوصية للوارث ومنعت الزيادة لأحد الورثة عن نصيبه ما لم يسمح بذلك بقية الورثة، وحدد بشكل دقيق ما يستحقه كل منهم، وجعل ذلك غير قابل للاجتهاد من أحد. وبذلك استطاع الإسلام أن يحافظ على قوة الروابط الأسرية ويمنع ما يؤدي إلى وهن هذه الروابط وإضعافها، وقضى على المشكلات التي قد تحدث من جراء الاختلاف على توزيع التركة واستئثار الأقوياء بها، الأمر الذي قد ينشر البغضاء بين الأقارب ويزرع الأحقاد في نفوسهم. كما قضى الإسلام أيضا على مبادئ الجاهلية مثل حرمان النساء والبنات والصبيان من الإرث وقصر التركة على الأقوياء، لأن في ذلك هضما لحقوق شريحة كبيرة من شرائح المجتمع وظلم أيضا لها. هذا باختصار أيها الأحبة بعض وسائل تقوية الروابط الأسرية في ديننا الإسلامي. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين القلوب وأن يديم المحبة والوفاق بين أفراد المجتمع، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.